لعيب حسن الجون الثاني بعد 17. هو ده بقى اللي انا ممكن اتكلم عليه في المقدمه وما اتكلمش معاه، وممكن اسال السؤال واجاوب عليه. انا بتكلم جد والله، عشره العمر بجد. يعني هو دخل النادي الاهلي بعديها بفتره كده قليله، لكن ارتبطنا ببعض من اول يوم دخل فيه النادي الاهلي، وفضلت المحبه وفضلت العلاقه وفضلت العشره لحد اللحظه اللي هو موجود معايا فيها دي. الحقيقه ليه افضال كتيره جدا على عدد كبير جدا من اللاعبين، سواء زملائه لانه فرق معانا جدا في قصه الالتزام بالصلاه، في قصه الالتزام بشكل عام على الاجيال الصاعده الواعده ونحطهم على اول الطريق الصحيح. كلاعب حدث ولا حرج غير من شكل مركز الظهير الايسر في مصر، كمدرب له صولات وجولات، وانا وجهه نظري ان ما خدش حقه قوي كبني ادم كانسان كمسؤول، حاجات كتيره جدا ممكن تقولها، لكن انا فرحان جدا ان معايا النهارده بجد عشره العمر حبيبي واخويا كابتن محمد ربيع ياسين. كابتن ربيع الوحيد اللي بيقول لي محمد. محمد ربيع ياسين. منور يا كابتن، وانا سعيد جدا مع حضرتك. انت اخويا العزيز طبعا، ما اقدرش اتاخر ابدا على حضرتك وعلى قناه النادي الاهلي. حضرتك ايه؟ وطبعا حضرتك ايه؟ طبعا طبعا أنا طبعا تقامه كبيره جدا. انا بص، انا مواليد 28/9، هو مواليد 7/9، يعني هو اكبر مني ب 21 يوم. صح كده؟ طبعا تمام. انت اخويا الحبيب طبعا، وقامه كبيره جدا، وانسان متواضع مفيش كلام. لكن برضو انت تاريخ، انت تاريخ. لما احنا جايبينك نتكلم عليك، سيبك مني انا دلوقتي، احنا جايبينك نتكلم عليك ونتكلم معاك. ماشي. ربعه، وربعه ده الاسم اللي انا بقوله له، اسمنا يعني في الشمس احنا بنسميه ربعه. ناس كتير ما تعرفش ان اسمه محمد ربيع ياسين. وربيع الحقيقه من عائله زي حالتنا كده، يعني على قد حالنا كده، مكافحين، بنينا يعني نفسنا بنفسنا، وعشان كده بتبقى رحله الكفاح جميله، وعلى قد صعوبتها على قد جمالها وحلاوتها، وانت بتقطف ثمار النجاح. ما تيجي نحكي من البدايه كده شويه، ونحكي صحيح الناس سمعت ده، بس انا احب اسمع في اجيال جديده برضه ما تعرفش قصه ربيع وبدايته، ومن الفاشن الألمانيا مره واحده، وان انت كنت رايح الاسماعيلي وبعدين لقوك في النادي الاهلي، وقصه استغناء عجيبه جدا، وتغير المسار من مزبوط على محطه القطار. صح كده ولا انا غلطان؟ مزبوط. وعم عبد البقال على رحمه الله، وكمال بيه حافظ تقريبا اللي بتاخدني الذاكره. مظبوط. وانا مش هجاوب، انا بقى احكي انت بقى. كابتن عمرو المجد، هو كان كابتن عمرو المجد طبعا، كان ماتش في احتفاليه في بني سويف في العيد القومي. وفي الجامعه، منتخب الجامعه، وجابوني يعني عشان كانوا ساعتها لعيب كويس في فريق بني سويف، كنا في الدرجه الثالثه. انت كنت تلعب في بني سويف ساعتها؟ بني سويف في الدرجه الثالثه. نعم. وكان في ماتش ودي مع النادي الاهلي، كان موجود. كان مدربك مين؟ كابتن محمد شاكر ساعتها، او كابتن ولد الكابتن علي خليل ساعتها؟ لا لا، كان ممكن تقريبا اثنين انا فاكرهم كويس قوي. كابتن وحيد وكابتن احمد معارك، دول انا فاكرهم في بني سويف. لانه جالي البيت وخدني احمد معارك، قال لي تعالى العب عندنا وبتاع، ورحت رايح. فعملت ماتش كويس قوي قدام الاهلي. قدام الاهلي كان استاذ كمال حافظ، وكان الكابتن عمرو المجد. نعم. موجود في جيل طاهر ابو زيد وحسام البدري والكردي بحياتك. فانا رحت بقى عملت ماتش كويس، وعدوني ان شاء الله تيجي لنا باذن الله تعالى ونجي لك، وهيبقى في تواصل مع بعضينا. وهو حلو. انا روحت طبعا ما مديتش اي خلاص، انت كلمتين في الهواء يعني. تمام. فروحت جالي عرض في الوقت ده لنادي الاسماعيلي. كويس. خدوني مقاولين العرب، صلاح بيه حسام الله، لا روح الاسماعيلي. قعدت اسبوع هناك في الاسماعيلي، كان في مدرب انجليزي اسمه تومسون. تومسون طبعا. قال لي هجربك، قلت له ما فيش مكان. قعدت اسبوع هناك، باك رايت باك ليفت، مسك اسبوع. مضيت في الاسماعيلي، مضيت يعني كان مضيت. بيفنشوا بقى الدوري خلاص. بيفنش الدوري. فطبعا وروحت خلاص، وبعتوا يعبطوني فتره اعداد. لقيت بقى بقدر الله كده وانا قاعد، التلغراف جاي لي، انتظرنا في قطار بني سويف اللي هيوصل الساعه 1 الظهر. ايه ده من النادي الاهلي، وعليه مدير عام النادي الاستاذ امين شعير. شعير. نعم. قلت طيب، كان معايا اخويا طلعت الله يرحمه، وقفنا استنينا. قال لي اركب انت ربيع ياسين، قلت له عم عبده. طب عرفك ازاي؟ ما هو برضو ما هو انا ما هو كان في اشاره ان انا اخد بالك، في اشاره ان هو تلبس حط ورده حمراء في عروه الجاكيت مثلا. ما ايه الاشاره يعني؟ لا تلبس بدله احمر فعلا. لا لا، وفي يعني اشاره بينا وبعض. بعت تلغراف في تليفون ارضي، انا هقف لك الساعه كذا، اطلع لي من الشباك، قول لي انت ربيع كده يعني. ما طبعا هم لا اعرف ازاي. حلو. فبس فقال لي انت ربيع، وانا وقفت. قلت له راح. اخويا قال له رايح فين؟ قال له مطمن، طمن معايا في سوهاج، كنا رايحين سوهاج طهطا ماتش ودي.
الاهلي كان عنده ماتش في سوهاج وخدك في القطر عشان يجربني هناك. هو بقى عاوز ياكد لعبني الشوط بكري معيش لبس. لا لا انا اتصرف لك، انا اتصرف لك. اه والله انا لا هو عم عبده كان يعمل اي حاجه. فجاب لي لبس فعلا. الشوط الاول لعبت باك ليفت والشوط الثاني باك رايت. كان كابتن عمرو؟ كان كابتن فتحي نصير. كابتن احمد ماهر. كابتن احمد ماهر عليه رحمه الله. رجعت معاه على شقته في الهرم، قال لي مش هسيبك. يا راجل في الشقه. بقيت معاه للصبح، كنا في النادي الاهلي الصبح. سيادة الفريق ملتجئ. رئيس النادي. رئيس النادي. وراح معالي المحافظ شخصيا. سيادة الفريق ملتجئ؟ والله العظيم. في بني سويف. والله العظيم. يا نهار ابيض. عشان كان يعرف انه جالي طنطا عشان يجيب لي السيادة الفريق وكمان بيحافظ برضه على عبد البقال. سيادة الفريق ملتجئ ده حاجة يعني حاجة عظيمة. حاجة عظيمة. فالمحافظ قال له ده الاستغنى راح الاسماعيلي. الاستغنى راح الاسماعيلي. الورقة راح الاسماعيلي خلاص. فطبعا قالوا لي انت عاوز تروم. طبعا عاوز الاهلي. عاوز الاهلي؟ وده سؤال. ده انا رحت الاهلي لحد يعني رحت برجليا وعاوز 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 طبعا. حلو. عم عبد الله يرحمه قال لي طيب هي نجيب البطاقه، كان منطقه اسيوط بقى احنا تابع منطقه اسيوط. فقال لي لو لسه ورق بتاعك هناك هيبقى لان انت كاتب بناء على رغبتك عاوز النادي الاهلي. فرضيت بناء على رغبتي عاوز النادي الاهلي. راح اسيوط لقى الورق بتاعي موجود خلاص وجاب. ما راحش منطقه الاسماعيليه. لا احنا انا كنت في تابع ورقي انا تبع منطقه اسيوط سعيد. ما اتنقلش من لا لسه ما اتنقلش من منطقه القناه منطقه الاسماعيليه ما اتنقلش. ده اللي لحقك. ده اللي لحق. لقيته وقال لي اطلبني بالليل. بطلبه طبعا بالليل على التليفون الارضي. قال لي مبروك للنادي الاهلي. يا الله. قبل ما العب اتمرن في نادي سافرت المانيا مع منتخب. ايه اللي حصل بقى قصه انضمامك لمنتخب الشباب؟ كان كابتن فتحي نصير ساعتها. انا كان شافني الكابتن فتحي. راجل خواجه معاكم ساعتها. كان شافني. لا الكابتن فتحي بس. فتحي بس الواحد ده هيدر جود في 82 المنتخب بعد. تمام اوكي. فكنت انا موجود مع الفرقه مع وبتمرن مع المنتخب 19 سنه. يعني قبل ما تروح بقى قبل ما اروح الاهلي قبل ما اجي لك اقابلك. ده اول مره الاهلي لما قابلتك. دي اول مره. والله يعني رحت المانيا. من الفشن الى المانيا. ما كتب كده. كتب كده والله. فغريبه جدا. المهم انا اتمرنت معاه شويه فجيت. لا لا احكي لي ركبت الطياره ازاي وعملت ايه. لا ما تحديش على خير انت هتهزر. لا المهم انا جيت ايه اتمرن وبعدين زهقت. قلت له يا كابتن فتحي انا عاوز امشي. جيت اتمرنت في القاهره مع المنتخب. مع المنتخب. قلت له يا كابتن انا زهقت وعارف ان انت 16 لعيب اللي مسافرين معروفين. عشان هو كان هي بتبقى دعوه. بالظبط. قال لي ما تقعد يا اخي يومين ثلاثه انت خسران حاجه اجي اتمرن. هوب عشان حد يحصل له مرض في كشف طبي اسافر مكانه. بتهزر؟ والله العظيم. ده ايه ده؟ قال لي تعالى لي عشان نعمل جواز. قلت له ايه؟ قال لي ما كانش عندك جواز سفر كمان؟ ده لسه جاي من الفاش. جواز سفر ايه؟ البطاقه كنت مطلعها لسه. فقلت له قال لي هتسافر. لا لا سافر ازاي؟ قال لي بنكشف على واحد لقيناه عنده صمام مش عارف ايه. قلت له هتسافر معانا. سافرنا لعبنا ماتشين في المانيا فرقوا معايا. لعبت الماتشين؟ لعبت الماتشين. يعني من واحد بره الرحله خالص؟ لعبت الماتشين وجيت على هيديوكوت الفريق الاول على طول. محمود معروف كان بيكتب بقى بيكتب هناك لعيب من الصعيد من بني سويف من ايه ده دي عملت ست شويه. صحيح. جيت على الفريق الاول فتره الاعداد. استمرت فتره الاعداد مع بقى في النادي مع هيديوكوتي مستر هيديوكوتي بقى وده مدرب عبقري. عبقري هيديوكوتي. قال لهم ده هيبقى لعيب كبير باك ليفت النادي الاهلي ومنتخب مصر. بدات طبعا اول موسم لعبت اربع ماتشات بس واربع حلو قوي واربعه ده اربعه في ايه؟ انت عارف بقى الجيل بتاع الثمانينات انت بتتكلم في اكرامي وثابت تتكلم في احمد عبد الباقي تتكلم في مصطفى يونس في ماهر همام في فتحي مبروك في مدحت رمضان خالد. في حازم خالد في محسن صالح في شطه في طارق الشيخ في صفوت عبد الحليم زيزو. في مصطفى عبده في زيزو في الخطيب في شريف عبد المنعم. كان طاهر طلع ولا ما كانش طاهر قبلي طاهر وزيد مجدي عبد الغني مجدي عبد الغني حسام البدري كردي حاتم الكردي برضه كان من الصغارين المتصاعدين. انا بتكلم على الاسماء الفطاحل وانت شغال معاهم في التمرين عادي. يعني فطبعا يا كابتن اول وكمان كنت بتنزل تلعب ماتشات الصغيرين كنت تلعب معانا احيانا ماتشات 19 وبتلعب ماتشات 21 سنه بس مستر كوتي اصر ان انا ابقى معاه فوق وانزل على الماتشات. حصل مشكله بين مستر كوتي وكابتن هاني. كابتن كان عاوزني ابقى معاه على طول. قالوا لا هو هيتمرن معايا ويلعب معاك. صح خد بالك. وحصل خلاف بتاع فقال لي خلاص خليك مع كابتن احمد ماهر العب معاه 21 سنه مظبوط وخليك معايا فوق. فاول سنه لعبت اربع ماتشات واربعه كنت بتصاب بطني تعبني. اول مباراه كانت مع مين يا ربيع؟ محله بديل مدحت رمضان. اول مباراه ليا لا اول مباراه المقاولين العرب مقاولين. نزلت مكان مدحت رمضان. كنت احتياطي ونزلت دي. اول مباراه ليا مع النادي الاهلي. بحياتك. فطبعا وتاني موسم لعبت ثلاث ماتشات وثلاث احتياطي برضه
حلو برضو قوي. اه في نهايه الموسم الثاني كاس مصر لعبت كل كاس مصر وخلاص وانطلقت بقى. خلاص بقى كملت. اللي خدناه من المقاولين عرب ضربات الجزاء. اه 1-1. 1-1 ضربات الجزاء. اه طاهر الشيخ جاب جول. اه لعبت كل الماتشات وانطلقت بعدها خلاص. بقيت العب اساسي. ده سنه 80 يا ربيع تقريبا؟ 79 انا جيت. لعبت 79 80 80 81. لا بقى الاساسي من 80. اه الاساسي من من 80. دي بعض جوان يا جماعه ربيع ياسين اللي قدامكم على الشاشه. يا ريت تحطوها لنا على الشاشه الكبيره برضو تبقى منسانا كده ومنورانا. فهو طبعا قصه كبيره جدا مع المدرب مستر كوتي ومدرب برضو كارتشاي. كان بيحبني جدا. ده اول هدف. كان بيعشقك. ده اول هدف ليا المحله. ده اول هدف ليا النادي الاهلي محله. كنت بلعب باك رايت. والله. اه والله من باك رايت. اه ده في زكي عبد الفتاح. اه موسم 82. لعب لي رمضان السيد. رمضان ده كان حته لعيب. اه لعيب طبعا لعيب. يا نهار ابيض. ده الكابتن اللي موقف الحكم هنا ليه؟ ايه حاجه غريبه قوي. حكام كانوا بيعملوا زمان اي حاجه. كشفيه طبعا اثنين مدربين كبار. فيديو كوتي وكالوتشات. وكالوتشات ده كان عنده ربيع ياسين يعني حبيني جدا. انا بتمرن ومشروع باك ليفت وجه لقاني. وكنت طبعا يعني كنت بدايتي كانت قويه بفضل الله تعالى. وفرضت طبعا نفسي بفضل الله ثم طبعا مدربيني وزملائي والاداره كله ساعدني بصراحه. النادي الاهلي بيساعد صحيح. فعلا لقيت مسانده ومسانده وحب واحترام وقيم وكل حاجه كويسه. دي حقيقه. جيت وانا جاي من فشل كاني دي لي سنين في النادي الاهلي. لما اكون في العصر ده وموجود مع الافزاز دول ولا نفسي عادي بفضل الله تعالى. كنت عايل هم التمرين عامل هاي الاوضه. لقيت نفسي بفضل الله تعالى مع انضميت 78 79 انضميت 79 78 79 مش اللي بيسموه كده. ايوه انا بقى احكي لكم اول قصه مع ربيع ياسين. انا كنت قبليه بسنه تقريبا في النادي صح كده. انا كنت 77 78. فالمهم ربيع جه وانا كنت قاعد شقه بين السرايات صح كده. لا الشقه في العجوزه. لا الاول كانت بين السرايات. بين السرايات. دي بقى ما كنتش انا معاك فيها. انت معايا بقى. ما انا هحكي لك. فالمهم كان كابتن حسن حمدي مدير كوره. فانا يعني لعيب بعيد يعني في الفرقه لا بلعب ولا بتاع. حارس رابع يعني ثابت واكرامي واحمد ناجي وانا يعني بس اتمرن فريق اول موجود يعني. فلما ربيع جه بقى قابلته وقعدت اتكلمت معاه وعرفت عنه كل حاجه. فجه كابتن حسن حمدي بيساله اسمه ايه؟ فقلت له ربيع ياسين. مش عارف ايه. قلت له كده. العربيه رايحين المانيال معاه. كان بنوصل كان معاه ودينا المانيال. ايوه بالظبط. فانا هو كابتن حسن عمال يسال وانا اللي برد بالنيابه على ربيع ياسين. قال لي يا ابني انت مالك انت؟ انا عايز اسمع صوته. ما تخلينا اسمع الراجل وانت ايه انت بالوكاله عنه بالنيابه عنه. وشوف قد ايه بقى يعني بنروح معاه. لان احنا بعد كده وربيع بقى السبب. انا كنت في كنت معلش اكمل القصه اللذيذه دي. انا كنت في بين السرايات. فربيع بقى يعني بيلعب فريق اول بتاع. فقال لك نرقيهم. فراحوا موديني العجوزه الاول. العجوزه. قعدنا اربع ايام في العجوزه. كل يوم قتيل. حياة ربنا. حياة ربنا قعدنا اربع ايام في العجوزه. اليوم الاولاني واقفين في البلكونه وتحتينا شخص اظن كان من السودان. سوداني. سوداني. وشهر لنا وازيكم واخباركم مش عارف. ربيع مشهور يعني. الله يسلمك وبتاع. دخلنا بعدين لقينا صوتها بوم. ايه الراجل وقع من البلكونه مات. ده الاولاني. تاني يوم المهم مش عارف ايه بتاع لقينا ايه صوت وضرب وجري ومش عارف ايه في الشارع. اتنين بيضربوا بعض بالمسدسات. واحد وقع مات. تالت يوم زعيق وصريخ في الشارع ومش عارف ايه وبتاع. ايه شجره وقعت على العربيه ودشدشتها بس ما نعرفش حد مات فيها ولا بقى ما ماتش فيها. رابع يوم بقى كانت القضيه بقى. القضيه ممكن دي بدات كان السخان بالكبريت. فانا دخلت مولع السخان. فراح السخان كله ضرب في وشي. شعري جاء طار وربنا سترها عليا. فربيع قسما بالله ما هنقعد في الشقه دي. وترقينا رحنا المانيال. خلينا نروح لفاصل واكمل كلام بقى جميل مع ربيع ياسين لانه في كلام كتير جدا مع كابتن ربيع ياسين. هنسى ايام ما كان بيلعب في الاهلي وكان ما شاء الله الله اكبر حاجه نفتخر بيها في وهو اثناء ما كان بيلعب في النادي الاهلي وما زال لغايه دلوقتي احنا بنفتخر بيه ومفتقدينه في العمل في النادي الاهلي بصراحه. الكابتن ربيع ياسين ده من احب الناس الى قلبي انا شخصيا وهو يعلم هذا.
وانا عايز اقول له يعني ايه السر اللي بينك وبين ربنا عشان كل الناس على مستوى العالم كلهم بيحبوك كده، ايه السر اللي بينك وبين ربنا؟ لعيب ممتاز وقعد مده طويله في النادي وكان صخره من صخور الدفاع، وعلاوه على اخلاقه العاليه. كابتن ربيع كان بيدرب فرقه تحت 21 سنه ونجح فيها بامتياز، ووصل بيها وصل في التدريب لمراحل متقدمه جدا. ليه احنا الاتحاد المصري ليه ما بنستفدش من الموهبه دي؟ وخصوصا انه لاعب كان لاعب جميل جدا وكان لاعب جامد، ليه ما بنستفدش بيه ونستغله في المنتخبات بتاعتنا؟ احب اقول له ربنا يديله الصحه، واحسن واحد كان صخر الدفاع فعلا وقيمه وقامه، وشفناه وهو مدرب طلع اجيال وهو مدرب، ومدرب بصراحه انا ما شفتش ازاي يعني اللي حتى الولاد الصغيرين طالعين 100 100. مفتقدين الكابتن ربيع، ونحب نشوفك في الملاعب لتمثل قيمه مفتقدينها. كابتن لازم توجه الفتره ديت استشاره كبيره للكابتن محمد رمضان ان هو يقفل على الفرقه ويحاول يركز اكتر الفتره اللي جايه ديت، ويا ريت ما يطلعش في الاعلام الفتره اللي جايه خالص. اقول له وحشنا يا كابتن ربيع، وعايزين نشوفك، وليه مش ما بتشتغلش في تدريب دلوقتي؟ ليه يعني انت قيمه؟ اللي بيحصل في النادي الاهلي ده واللي بيحصل في لعيبه النادي الاهلي ده كان موجود اياميكم، ولا كنتوا بتموتوا نفسكم علشان تعملوا اسم النادي الاهلي؟ المفروض اللعيبه تبقى تبص للناس دي، وتبص للعيبه اللي زي كابتن ربيع ياسين وكابتن شوبير وكابتن ثابت البطل والناس دي، وتعمل زي ما قلت. كابتن ربيع بقى انا احب اساله مثلا رايه في تعيين كابتن محمد رمضان مثلا في مدير كره في النادي الاهلي، احب اساله عن مثلا كابتن حسام حسن ايه رايه في كمدرب للفريق الاول لمصر. عايز يعني انا عايز اراء بقى كابتن ربيع ياسين في الكوره والنهضه بالنادي الاهلي، وبما انه تاريخ فلازم بقى يفيدنا. كابتن ربيع، خلي الحوار معاك يروح ويجي، يعني مش هاخده من البدايات ولا هرجع تاني، بس حلو السؤال. رايك في تعيين كابتن محمد رمضان؟ انا عارف انت من المقربين لرمضان ومقربين للكابتن مختار، وايضا قصه تولي حسام حسن تدريب المنتخب. هو كابتن رمضان طبعا قيمه كبيره جدا اداريه على اعلى مستوى ما شاء الله. رمضان الفتره اللي فاتت طبعا كنا مع بعضينا، قلت له الوقت ده يعني انا من وجهه نظري وقتك رمضان. وقت رمضان؟ والله يا كابتن. لان انا شايف رمضان ما شاء الله يعني عصرته كتير جدا وقريب جدا منه، وعارف رمضان بيفكر ازاي ووجه ازاي واشتغل ازاي، اشتغل بما يرضي الله طبعا. بينتمي لكيان كبيره جدا، هو بيصدع عنده شخصيه في اي وقت للصالح العام، للصالح الكيان. نعم. بيشتغل بتساوي رائع جدا وبعدل وبنظريه ان اخلص للنادي، خليك مع النادي، ركز مع النادي عشان اكافئك. كل شغله الكيان. فحتى يعني لما كان في لجنه التخطيط قلت له هي قربت. وانا حاسس يا رمضان ان الكابتن الخطيب بامر الله تعالى هيستعين بيك في مكانك. قلت له كده. ويوم القرار طلبت انا لانه كان معايا عشان الاشراف الاشراف على دلفي فطلبته، ما ردش فطلبني. يوم العصر كان عندي مباراه وديه، قلت له الوقت ده يا رمضان بتاعك. والله العظيم كده لقيت بالليل قرار تعالي رمضان. اتبسطت. كابتن الخطيب لازم هو الحمل لازم يبقى معانا. صحيح. شايل حمل كبير. انا حمل الله يكون في عونه. نعم. ربنا يديله الصحه يبارك فيه، حمل كبير عليه. فرمضان انا مبسوط انه موجود. ان شاء الله هيفرق بامر الله تعالى. قرار صائب من الكابتن محمود الخطيب، كتر خيرك وجزاك الله كل خير. ورمضان هيفرق في الجانب الاداري والجانب مع اللعيبه في الوقت ده ان شاء الله. حسام حسن. حسام طبعا علاقتك بيه جيده؟ طبعا. نعم. حسام الفتره الاخيره بيجي يلعب معانا في فرقه الشمس، واخويا حسام مريم دول اخواتي. لا مين اكتر واحد بيدلعك في التحكيم في فرقه الشمس؟ كابتن شوبير. طيب لازم تصيطني كده ربيع الله يسميله هيدر. بس خلي بالك انت عندك لمحات لحد دلوقتي والله العظيم. فاكر الجول اللي بالشمال ده رحت بديها بالشمال. لا حسام قيمه كبيره جدا، ومن حقه ان يبقى موجود في مدرب منتخب مصر.
لانه حسام مدرب ماشي مجتهد بيحاول نجم كبير جدا. نتائجه يا كابتن ربيع انا كنت دايما اقول له حسام ما تخليش الناس دايما تتكلم عن الروح بس، خلاص تتكلم عن الفنيات. ده المهم. شايف انه نتائجه واداؤه بيبين انه ما شاء الله عامل شغل وشغل فني وماشي بخطه محسوبه. هو النتائج باذن الله هتبقى كويسه لان الفرقه مع احترام شديد لما جيت اتحاد الدولي ونظم تصفيات امم افريقيا، تصفيات كاس العالم، خلى كل افريقيا في التصفيات يا كابتن شوبير. فانا اللي بطلبه من حسام باذن الله ويحسب لمشيئه الله تعالى مش الوصول هنا وهنا، احنا هنوصل هنا وهنا بامر الله تعالى ان شاء الله. طبعا مفيش ماتشات سهله، احنا وصلنا في افريقيا خلاص وكاس العالم ان شاء الله يا كابتن على ابواب بامر الله تعالى ان شاء الله. لكن انا عاوز اقف في كاس العالم ان احنا نثبت وجودنا، احنا نقدم اداء يقدم لنا فرقه كبيره تبقى موجوده بقوه في الجانب الفني. امم افريقيا احنا هنواجه منتخبات، هو ده هو ده عاوزين بحسام يعمل لنا منتخب شخصيه المنتخب بتاع 6 و8 و10 بتاع 98 بتاع كاس العالم 90 بتاع 86. الفكره بتاعت حسام انه النهارده مثلا موجود معاه مصطفى شوبير في المنتخب، انه لاعب خالد صبحي، انه لاعب ابراهيم عادل، انه لاعب ولاد كتير الحقيقه، محمود صابر اخر واحد منهم شايف الاثنين فيهم انا محمود صابر وابراهيم عادل وابراهيم عادل واحمد عيد والله واحمد عيد وحمزه علاء الاحتياطي اللي معاهم دول كانوا سامع مجيد واخد مين تاني واخد سامع مجيد واخد كوكا تقريبا كوكا تعالى دول ولادي والله منتخب اللون بتاعي من دول خمسه منه منتخب الشباب الاخير دول كلهم يا كابتن بفضل الله سلمتهم للفريق الاول ومشيت وجابها ميكالي خد بعديها بس خد فريق اول فريق اول كله كان بيلعب فريق اول احمد عيد حسام عبد المجيد كوكا حمزه علاء علاء ابراهيم عادل محمود صابر محمود صابر لكن انت كنت تاخد محمود صابر كان في النجوم ساعتها كان في النجوم ساعتها درجه ثانيه هو محمود جهاد الاثنين جبتهم هو محمود محمود جهاد طبعا لعيب هايل طبعا دول حضرتك هو راح بيراميدز صابر وصابر من اللعيبه كويسه قوي خليني طبعا خليني بس اسالك على صبرك يا اخي ناخد تجربه منتخب شباب الاولانيه يا كابتن ربيع لان انا عشرتها معاك من البدايه واحكي بس القصه ان ربيع كان مدرب المنتخب اللي لعب كاس العالم اللي هنا وقلنا له هنجيب مدرب اجنبي 89 جبنا مدرب 89 مواليد 89 كان الكلام ده سنه كام 2002 2008 2008 كان كاس العالم في مصر 2008 الله يفتح عليك ف اتفقنا نجيب مدرب فالكابتن ساجي على رحمه الله راح جاب مدرب اسمه سكوب صح كده مظبوط كان تشيكي كان وصل نهائي كاس العالم للشباب فجبنا الراجل فما حصلش توافق بينه وبين الكابتن ربيع لاسباب لا داعي لذكرها ما كانش ربيع اصلا مخطئ فيها يعني فانا صممت في التوقيت ده انه الكابتن ربيع يمسك منتخب الشباب وحتى كان في فتره عشان البطوله اللي بعد كده مظبوط كده مظبوط فبدات انت بقى ربيع من تحت قوي ايوه احكي لي القصه والولاد اللي كانوا معاك وقصة الفوز بالبطولة وربيع ياسين يا جماعة اللي من لا يعرف شارك في كاس العالم لاعبا ومدربا لأنه درب منتخب مصر في كاس العالم للشباب وكان كابتن منتخب مصر في مباراة أيرلندا في كاس العالم 90 صح كده ولا أنا غلطان؟ برضه لا أنا بتكلم بربط كاس العالم طبعا طبعا خد بطولة أمم أفريقيا مع الشباب دول في الجزائر في بطولة شديدة الصعوبة اتفضل يا كابتن بص يا كابتن هو انت لما تقصدني وتجيب لي اشتغل لمنتخب مصر مدرب وامسك عمر عشان اقدمه جيل اقدمه وادخل فيه تصفيات لازم اشتغل صح انا احب الصح كويس فابتدي من تحت ابتدي ففي عندي مجموعه حاجات نقاط مهمه جدا بدونها عشان اشتغل بيها ضحيتك هو سياستي هي دي سياسه العدل ان انا اشوف الناس كلها وعندي صبر لازم هو الصبر لازم موجود مع السن ده يا كابتن نعم. من غير الصبر مش هتطلع جيل نعم. ليه لان الولد مش عاوز تمرين واحده يا كابتن ولا ماتش واحد لا عاوز فتره كبيره جدا لان في لعيب يجي معاك في لعيب تشوفه من اول مره تقول ده خلاص ده ما هو ابراهيم عادل بس في لعيب لا تقدر تشتغل معاه وتحاول تجهزه زي حسام مجيد تجهزه وتسمع منه طبعا فوارق كبيره وبين الاول حسام كان بيلعب في الزمالك من يوميها يعني بالنسبه للزمالك فكتير فاللي اقصده ان الصبر لازم مدرب الوسط يبقى عنده صبور يبقى صبور جدا يا كابتن شوبير نعم وانت تصنع ازاي وانت عاوز في يوم وليله تعمل منتخب وادخل بقى وخرج واشوف وادي فرصه لده وادي فرصه ده واعمل جانب تنظيمي حل. حاجات كتيره جدا انا بعملها في حتى المعسكر اللي بقعد فيه في الفندق
ما بكتفيش ب 22 اقول له طب ما احنا عندنا 3 ساعات فاضيين من الساعه 7 للساعه 9، طب ما اجيب مجموعه جديده اشوفها. يا سلام. اه والله يعني تخلص التمرين ومجموعه ثانيه تتفرج عليها. انا معسكر اهو وانا اخسر ايه اشوف. نظام فيصل اللي خدته كده، فيصل الواد اسامه فيصل. اسامه فيصل كنت قاعد في الفندق وانا قلت نجيب مجموعه جديده، احنا قاعدين وبنشوف وكده كده. وعندك ملعب. وعندي ملعب وعندي منتخب جاهز. كويس. وانا يمكن اسامه فيصل جالي حط تقسمت في الفرقه جاب لي جول رحت ضامه اسامه فيصل ما خسرتش حاجه. يا سلام. هو كده. فاللي اقصده بعدين يا كابتن يعني اروح هنا وهنا 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 يعني كل حته في مصر بروحها وانا عارف ان مصر مليانه وفي حتت معينه فيها وباخد بكل الاسباب برضه. من الحاجات اللي بحبها الاحتكاك. فريق اول على طول. فريق اول على طول. ما بخافش لان انا بلعب مع فريق اول. يعني بلعب مباراه قدام مع فريق اول. فريق اول. من اول يعني ولد 19 سنه وانت تلعب فريق اول. ده من اول بعد ما جهزت المنتخب 2001 ده. انت عارف يا كابتن اتعرض عليا ماتش حرس الحدود دوري ممتاز طارق العشري. قلت لهم ايه رايكم هنعمل ماتش مع الدوري الممتاز؟ وقعدت اسبوع طقطق والله العظيم قلت لهم بس اسمعوني كويس ولعبت وتجربه وقلت لهم خدوا ما يهمكوش تعادلنا 0-0. كانت فضل يعني جدال. احكي لي بس بعد الفاصل عن تجربة 2013 كانت منتخب الشباب الولاد بقى والنجوم اللي طلعت منها والفرق اللي انت لعبتها وصعوبة البطولة ثم التأهل لكأس العالم لانه ناس كتيرة جدا ناسية البطولة دي وعلى فكرة دي كانت اخر مرة ناخد البطولة دي معاك 2013 ما خدناش من بعد صح كده يعني لا لا. ودي كانت اصعب بطولة. عرف قصة بطولة افريقيا الشباب اللي فاز بيها الكابتن ربيع كمدرب وايضا صعود الكاس العالم وفي قصة غريبة جدا لخروجنا من الدور الاول لكن بعد الفاصل. على فكرة انا سرقت الهتاف بتاع ربيع. هو كان يقول لك احسن باك في مصر ربيع هو الاصل، فبقى ايه احسن جول في مصر شوبير هو الاصل. فاحنا كلعيبة بدأت بقى خلاص بيبدأوا بيا، فبقينا نقول له في اوضه اللبس ايه احسن باك في مصر ربيع بيصلي العصر. فاكر يا عم ربيع؟ طيب عايز اقف شويه يا كابتن ربيع. عندنا مشكله في بناء الاجيال، يعني ممكن بيكون عندنا لعيبه كويسين بس ما بيعرفوش يتوظفوا بشكل جيد. بس انت الفتره دي يعني قول لي اللعيبه بقى اللي كانوا معاك. الفوز بالبطوله الصعبه دي جتنا ساعتها كان الجمهور في الجزائر عاتب علينا كده شويه كانت الاجواء مش لطيفه شويه. ضدنا. ساعتها ما كان مع انه يعني الحمد لله دايما علاقتنا بيه ممتازه بس كانت فيه كده ايه فتره كده. كنا خرجنا الجزائر في الجزائر وسط 20,000. ايوه تمام. كنا كسبنا منتخب الجزائر. ايوه صح. صحتك. فطبعا البطوله ما انساهاش. بطوله قيمتها الفنيه كبيره جدا. انت كانت مجموعتك فيها الجزائر. جزائر وغانا ونيجيريا دول قابلناهم. دي المجموعه. لا المجموعه كانت الجزائر. ايوه الجزائر وموزمبيق وحد. وتقريبا غانا. غانا لعبتها في النهائي تاني. غانا ومصر انا فاكر اكتر منهم. وكان في فريق ثالث موزمبيق افتكرهولك دلوقتي تنزانيا موزمبيق كان في فريق صغير ده انت اتعادلت معاه ده. لا كسبت الثلاثه. كسبت الثلاثه. تعادلت في الفاينل وضربات ترجيح. ايوه الفاينل انما كله كسبته بفضل الله. الفريق كان متعدي كويس يا كابتن اختيارات كويسه كان في مواهب اشتغلوا معايا تعبوا اجتهدوا انا اجتهدت بيهم وعملت بيهم ماتشات وديه كتيره جدا وقدرت انا احتكاك زي ما حط كان يعني مثلا كان عندي سفريه في غانا ما خفتش رحت لعبت منتخب غانا 23 سنه وهم صغيرين. اتغلبت 3-0 مش مهم مش مهم دي. قلت بقى مين اللي معايا ومش معايا مين اللي لان هقابل وفعلا لما قابلت غانا هو لما قابلت نيجيريا حتى نيجيريا عملت معاها ماتش ودي هنا قبل البطوله كسبوني في مصر. والله لعبت ماتشين على ارض دجله في الترتان كسبوني 3-1 و0-0. رحت قابلتهم انا كسبتهم 2-0. يا سبحان الله تعودتهم انا تعود ما انا بجرى العيال وجبت لهم دكتور علم نفس رياض والله من منصوره فعلا قعد معاهم لان هم كانوا تعبوني تعبوني جدا. كنت الساونا اخش معاه عشان يعملوا ساونا هدخل بلبسي عشان اقعد هم قاعدين كده الاتوبيس اقعد ورا عشان عاوزهم يركزوا في التمرين ويركزوا النوم اعدي على واحد وانت عارف ده في نقطه فاينل افريقيا تعبوني
بكره الصبح النهائي اللي طالب شيبسي واللي طالب بيبسي واللي طالب مش عارف شوكولاته واللي ماشي لي في الطرقه. هو الشيبسي والبيبسي حرام يا راجل. لا ما هو انا هعمل له نظام في الاكل. لا عامل له نظام في الاكل ونوم انا ما بحرموش. الحمد لله بفضل الله تعالى مصر بفضل الله داخله على الجميع. ثلاث وجبات نوم كويس كل الامكانيات موفره لي بفضل الله تعالى مصر. فاللي اقصده يا كابتن بدور على النظام. انا احب النظام. اي حد يخرج عن النظام شكرا. وحصل طبعا شوارده خرج عن النظام مفيش يلا مفيش. فاللي اقصده النظام يفرق معايا لان انا بربي. التربيه دي تفرق. يا سلام يا كابتن. انا بعمل جيل لمصر وانا بقدم مش بقدم للمنتخبات واقدم للانديه. فلازم اربيهم كويس. الموضوع مش موضوع اساسيات بس. ان انا اعوده بالتمرين والتحرك والمساحه ووقف ووقف على الكوره واعمل وخارجي وداخلي وشخصيته في تصرفاته مهمه جدا. الشخصيه طبعا طبعا الشخصيه اللي انا بقى انا احبه في المعسكر اللي اقوله يمشي ليه. انا بحط انا كنت لاعب سابق وعارف. لا مش اي لاعب مع العلم. نعم انا احب العلم خلي بالك وبدرس كويس جدا وبقرا كتير جدا والله واتعلم لازم بقعد اعلم نفسي فعلا. طبعا يا كابتن مفيش كسوف ولا قدام اعمل له شغل احدث شغل لازم اعمله احدث شغل اعمله للعيب عشان بفضل الله الاقيه. فالقصود يا كابتن بقعد واشتغل مع اللعيبه جانبه بقى. اللعيب بيبقى محتاج جوانب كتير جوانب بدنيه مهاريه خططيه نفسيه ذهنيه. بنظم له امور واعمل له المحاضره واصور له نفسه واجيب فيديوهات واكلم ابص حضرتك بشتغل معاه من الصبح لحد بالليل. تاخد برضه نفس نهج الكابتن جوهري. الكابتن جوهري خلاص يعني طبعا خلاص والجديد والدقب والجديد والمحاضره لازم تكون على مستوى يعني محاضره تكيفني وتكيف اللعيبه والله طبعا انا احشى كده لان وانا لعيبه كابتن اكيد احنا برضو كنا ده مدرب عنده ده ما عندوش لا ده خفيف حاجات كده فانا بخاف من دي. بس انت ربنا اكرمك وانت لعيب بكالوتشاي كمدرب بهيكوتي كمدرب ايوه الاثنين دول كابتن جوهري كمدرب نعم هم دول وفايتس الالماني وفايتس طبعا يا نهار ابيض. بس فانا بتعب ليها يا كابتن لان انا بحب ان انا اصل بدل اللعيب حظنا كان وحش مع دور ريفي لانه قعد فتره قليله ده كان مدرب بس قعدنا كم ماتش نكسب 4-0 وصلنا فاينل افريقيا عدد كبير من ماتشات في الدوري على التوالي كلهم 4-0 الله يفتح عليك كلهم 4-0 فببتدي بقى نظموني بقى اشوف الانديه كلها اشوف اللعيبه انا الميزه اللي عندي ان انا الوقت لو انا مثلا عامل معسكر 24 يعني قاعد 24 ساعه في اليوم انا باخد عدد ساعات كبيره جدا على حساب التعب والمجهود الزياده عشان اشوف عدد كبير. حلو. ما بكتفيش بالساعتين. قول لي الجيل بقى. الجيل ده فيه طبعا كان في مسعد عوض حراسه مرمى مسعد عوض في ياسر ابراهيم في محمود متولي في محمود وحيد الباك ليفت اللي راح الاهلي في اسامه ابراهيم اللي راح الزمالك وراح السموحه وراح الزمالك رامي ربيعه كان معاك؟ في كان رامي ربيعه طبعا بحياتك في كهربا كهربا في تريزيجيه في احمد رفعت في صالح جمعه في كوكا الكبير احمد حسن حربة في الولد اللي راح الاهلي وبعدين راح سموحه حسام غالي كان في طنطا وبعدين طبعا بتاع نص الملعب وفيها كابتن بسام محمد بسام راس حربة كان بديل كوكا ده عمر بسام عمر بسام نعم بحياتك في مين تاني يا ربيع تقريبا هم دول كده ما شاء الله جيل بفضل الله تعالى منتخب مصر الاول تريزيجيه طبعا كنت موظفه دايما جنب الديفندر بيجي من تحت كان لعيب تكتيكي على اعلى مستوى دي حقيقه فدول جبتهم ازاي يعني انا عارف ان انت في ناس رحت من اخر الدنيا وجبتهم لانه كان ساعتها 16ات تقريبا كده هو طبعا ما هو انا بجيب يعني انا فاكر اول تمرينه للجيل ده كنت انا واخد الملعب الفرعي بتاع الاستاد حلو فنزلوا كانوا بيجوا ورا الكوره بيجروا ورا الكوره حافظين قوي والله العظيم هم يقول لك انا تعبت هم قد ايه لحد ما وصلت هم عيال يعني قعدوا معاك قد ايه حوالي 4 سنين اقل مش اقل بس كان وقت كان وقت 3 وشويه كان عندي وقت كويس لما تشتغل طبعا 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 انا بكثف يا كابتن وزي ما حضرتك الماتشات الوديه كتير جدا تفرق معايا انا بعالج بشتغل الولد الناس لازم تفهم القصه الولد اللي عنده سلبياته اكتر من ايجابياته باستثناء كم واحد موهوب ايوه مين كان اكثرهم موهبه ربيع؟ اكثرهم موهبه من اول ما شفته رفعت وصالح رفعت وصالح صالح جمعه ياه رفعت اول ما شفته في نادي الشمس بص انا فاكر كان في الشمس؟ ما انا كنت بشوف لعيبه في الشمس لا كان كنت بشوفه في الجزيره لا كان في انبي بس انا كنت بشوف لعيبه في نادي الشمس الملعب انا بحسب اول ما شفته انا فاكر بص فاكر قلت له انت بتزودها ليه كتير كده؟ انت لعيب كويس خلاص عرفنا ركنت كانوا فين بالاثنين هما الاثنين وصالح كانوا اكبر من سنهم معايا في الشغل يا سلام لعيبه كبار صالح جمعه ده يمينه وشماله في الموهبه يا جماعه الموهبه طبعا فاثنين دول بصراحه وبعد كده بقى يعني تريزيجيه
تريزيجيه طبعا. تريزيجيه يعني الاول ما كانش معايا بس جبته بعد ما بدات. حياتك فلانه 94 جبته من الاهلي من ناشئين الاهلي. من الاهلي. في حد جبته من الاقاليم؟ طبعا. في من الاقاليم عندنا من الاسماعيلي بس. كان في اتنين من الاسماعيلي معايا في المنتخب ده السفر غير مسعد. مسعد كان مشي من الاسماعيلي والله. لا والله كان عنده مشكله كبيره جدا. فحتى انا ما سافرت مره سفريه بدونه. كان جالي من الكابتن سمير الله يرحمه قال لي ما تاخدش مسعد عشان عنده مشكله مع الاسماعيلي. سمير زاهي. سمير زاهي. قلت له حاضر يا كابتن ما خدتوش. وسافرت بيه. كنت واخد محمود حمدي من الزمالك. ايوه. ومسعد عوض. وخدت الثالث نسيت الثالث معلش. فالقصود يا كابتن ان الجيل ده كان جيل رائع. وبعدين ثبت وجوده بقى لما لعبنا البطوله. كسبت. فكرونا يا جماعه انا دايما بقول غانا والجزائر. انا بقول موزمبيق. توجو مش موزمبيق. تقريبا توجو. انا بقول موزمبيق انت بتقول توجو. وبعدين قابلت نيجيريا في سيمي فاينال في ربع ربع النهائي. وبعدين غانا نص النهائي. كان نص النهائي على طول نيجيريا. نيجيريا وبعدين غانا تاني. تعادلنا وكسبنا بضربات الجزاء. ضربات الجزاء. نعم. وده ماتش ما نساوش. ماتش كبير جدا. سجلنا هدف بنالتي. اتعادلوا بنالتي. نعم. كان في اربع اشواط. كان عندي ميزات كتيره جدا بفضل الله تعالى ان الفريق واقف صح. ما كانش هاممني اي حاجه. ما كنتش قلقان يعني التوفيق بتاع ربنا بس ما كنتش قلقان من الشكل الفني. المفروض الفني اشتغلت معاهم كتير وكررت لهم وبقيت احفظهم واوري له ايه اللي يعمله. وفي نفس الوقت كان الجمهور الجزائري كان بيشجع غانا وكل كوره تيجي في رجل لاعبنا خرجنا الجزائر. ومع ذلك كان في ثبات انفعالي رائع غير عادي. انا رحت جبت لهم دكتور مخصوص قبل البطوله مخصوص بعد الصعود لكاس العالم. وكان الماتش الاخير مع انجلترا 2-0 2-0 وانتوا تخيلتوا ان 2-0 توصلنا ساعتها. لا كان ناقص هدف 3. انت كنت عارف من الاول. انا عارف طبعا. اللعيبه في الملعب تخيلت ان 2-0 توصلها ولا ده مش مظبوط؟ لا لا هو لا احنا وصلنا للعيبه لازم يجوا ثالث. وصلت لهم. لا بس ما احنا جبنا الجون الثاني كان الوقت قرب شويه. احنا كسبنا منتخب انجلترا يا كابتن. 2-0 يعني احنا على مدار تاريخنا. هو كابتن حسن كسب انجلترا 1-0 بس. 1-0 لحضرتك. انا كسبت 2-0 ده تاريخنا مع منتخبات. نعم. احنا يا كابتن كان في تجربه بالنسبه لكاس العالم ما كنتش انا اعرف. احنا لفينا لفه كبيره جدا اثرت علينا. انت عارف لو كنت رحت انا تركيا على طول ولعبت كل ماتشات الوديه في تركيا كان يبقى احسن لي وافضل لي. لان احنا رحنا سويسرا واسبانيا لفه طويله عشان نطلع على تركيا. اجهدتنا دي حقيقه عشان ماتش وماتش وماتش وماتش. فاللي اقصده لو انا كنت رحت لا طبعا. انما يعني عملنا لعينا وحاولنا بشكل محترم. قابلنا تشيلي 2-1 كسبنا تشيلي. لا اتغلبنا. اتغلبنا تشيلي 2-1 تعادلنا مع العراق. لا اتغلبنا العراق بعد ما كنا متقدمين 2-1 والعراق متقدمين 2-1. بحياتك مرتين امام تشيلي وامام العراق. بس هي دي يعني بطوله. خرجنا بشرف. خرجنا بهدف. نعم. قدمت جيل كبير جدا. خرجنا فرق هدف ساعتها. فرق هدف. نعم. قدمنا جيل الحمد لله محترم زي ما شايف يا كابتن. وكله ما شاء الله لعب منتخب. الوقت ده بقى ربيع ياسين كان ممكن يبقى مدرب منتخب اولمبي مدرب منتخب مصر في الوقت ده. هو ده ده بقى اللي انا يعني ده اللي زعلك بقى. طبعا يا كابتن. هو باي حال من الاحوال ان انا راجل ناجح وراجل عمل نجوم وراجل عامل نتائج اقعد في البيت. انا قعدت في البيت. يا نهار ابيض. ما هو اللي انا مسكت بعد يعني بعد كاس العالم قعدت في البيت. يعني كان زي يعني اخد زي غيري. يعني انا الكابتن حسن شحاتة لما كان ماسك كمل. طبعا شوقي غريب كمل كله بيكمل. كانت بنين. بنين الفرقه. بنين. ايوه صح. بنين. بنين. نعم. فاللي اقصده وانا ما كملتش ليه؟ مع ان انا واخد لك كاس ومقدم لك نتيجه وعامل لك نتيجه رائعه. وعامل شغل كويس وراجل مقدم لك. دي الفتره اللي ربيع ياسين اتظلم فيها كمدرب. طبعا. طبعا. لسه كلام. بتعاني من مرارتها لحد دلوقتي؟ طبعا طبعا يا كابتن. ما هو ده اثر عليها كله. اثر. مفيش كلام ان بيأثر. اصل المدرب لما بيشتغل وياخد الفرصه وبيلاقي حد في ظهره ويساعده. ما لقيتش حد في ظهره. لا مفيش حد. ربنا بس. ونعم طول عمري بعتمد على الله ثم نفسي. دي حقيقه. الله. انا بتكلم بما يرضي الله. كل الفرص اللي جات لي يا كابتن زي ما انت شايف. يعني خد بالك ومع سنادك اراضي وزي الفل. وانت لما هروح حته انا بس بدكودي. حتى ما مسكت المنتخب تاني بعمل نتائج وبعمل شغل وبعمل وبعمل وهوب ستوب. ما ينفعش يا كابتن. يعني اللي بيدور على مدرب يعني لو الناس كانت درست البطوله دي يا كابتن شوبير صح 2013 طبعا. اما اكسب غانا مرتين واكسب نيجيريا واكسب الجزائر في الجزائر مع ولاد صغيرين في وسط 20,000 متفرج واقدم جيل رائع واخد كاس افريقيا. يا جماعه جزء من البطوله دي ده هتشوف الجمهور شكله عامل ازاي. ما بتجيش في التلفزيون خالص البطوله. نعم. دي بطوله كبيره يا كابتن شوبير. نعم صحيح. واللعيبه دي لو تعرف انا عديتها ازاي قبل ماتش الجزائر. مش فاكر الاوضه دي وقاعدين في الاوضه والجمهور. والجمهور مال المدرجات هم في اوضه اللبس.
قلت لهم انتوا خايفين، انتوا مصر، وانتوا بص نزلوا كانوا اللي قدام كانوا جزاء. نعم. رامي ربيعه سجل الهدف. نعم. فاللي اقصده الاعداد كان رائع والفنيات ما كانتش قلقاني، لان اهم شيء الفنيات. طول ما انت واقف فنيا خططيا صح تقدر تسيطر على المباراه، طول ما تحفظهم وبيكررهم عندهم شكل هجوم وشكل دفاعي. وحتى انا بقى عندي ميزه يا كابتن، اللي بقعد افصص الولاد واقول له تعالى لو مش عارف قول لي، لو مش فاهم قول لي، ونتناقش عشان عاوز يحفظ. لان كانوا صغيرين والجوانب دي كانت مهمه جدا. طيب خليني اسالك بقى، طالما بنتكلم على الالتزام و امبارح قرار النادي الاهلي او النهارده الصبح كان قرار النادي الاهلي بخصوص كهربا، وانت من اقرب الناس لمحمد رمضان، شفت القرار ازاي وشايف تبعاته ممكن تبقى عامله ازاي يا كابتن ربيع؟ قرار طبعا قرار رائع. الاهلي فوق الجميع. دي منظومه النادي الاهلي يا كابتن. نعم. حدش يقدر يخرج، واللي يخرج ما ينفعش موجود في النادي الاهلي. قرار اي حد يخرج، مش يعني قصدي مصلحه التيم فوق الجميع. نعم. انا موجود مش موجود، حياتك موجود، النادي الاهلي طول عمره كده متعودين. مدرسه الاهلي يا كابتن شوبير هي كده، اللي يلتزم وينصح ويقعد للعب ويركز اهلا وسهلا وعين والراس، وكله بياخد فرصه. نعم. كهربا ياما خد، وغيره وغيره وغيره. النادي الاهلي ما يقفش على حد، لكن النادي الاهلي مدرسه. ما ينفعش لعيب يخرج عن النص ويستمر. انا من وجهه نظري كهربا ده ابني، لكن قرار 100% صاحب للنادي الاهلي، منظومه النادي الاهلي قرارات. محمد رمضان بطبيعته يعني شديد ولا منضبط ولا ظالم ولا عادل؟ احكي لي شويه. منضبط وعادل. منضبط وعادل. اه طبعا. ده راجل النهارده ما ينفعش يخرج عن الاثنين دول، الانضباط طبعا والعدل. نعم. ده رمضان. رمضان خلي بالك عنده ميزات كتيره جدا. ده بيحاول يضاعف الفلوس للعيب من ميزات، هو دي من اهم مميزاته، انه في صف اللعيب دايما. ده في صف اللعيب خلاص، صحيح في صف اللعيب في كل حاجه. نعم. وبعامل اللعيب، وعنده ميزه ان بيعرف يعني عارف ان هو في 2024. نعم. يعني العقول ازاي. يعني الاجيال ازاي. يعني الاختلاف بين زمان ودلوقتي ازاي. يا كابتن ربيع قال لي انا معايا لايف كوتش لنفسه هو. آه. عشان يخليني اتواكب مع الزمن زي ما بنقولها. صح. انا عارف رمضان ضحيتك. نعم. وبعدين يا كابتن عنده ميزه ان بيحب الكيان. ويحسن الكيان. وبيحب الكابتن محمود الخطيب. حبه يحبه فعلا. دي حقيقه. فالراجل رمضان انا شايف انه قراره طبعا ومكسب كبير جدا، هو جاي في وقت انا اعتقد ان يعني ان شاء الله هينجح فيه باذن الله تعالى، واكيد الاداره واللعيبه هتساعد. طيب اسالك عن تجربه دلفي، لانه مفيش اهلاوي ما ساعدش بحاجتين، انه النادي الاهلي بثقته بالكابتن ربيع بيخوض تجربه جديده، نمره اتنين انه الكابتن ربيع بيشتغل في الحته اللي بيحبها حته التدريب. الفكره جت ازاي وعامل ايه وظابط الدنيا ازاي؟ انا عارف انت مقيم اقامه دائمه في اسكندريه. عشان طبعا مسؤوليه، لان انا قعدت الكابتن محمود بعت لي وقال لي ان في عندي كذا حاجه. انت تختار ايه؟ خيرك. اه وده ده حاجه جميله طبعا. ده اسطوره. نعم. يعني في كل. نعم. حاجه حلوة. دي حقيقه والله. نعم. فقلت له يا كابتن انا ما ينفعش اللي حياتك تتكلفني بيه. انا هشتغله. يا سلام. كده طبعا. ما ينفعش اختار وهو موجود. هو اللي يوجهني، هو اللي يقول لي، هو اللي يقول لي دي. نعم. فقال لي خلاص انا اختار لك حته بتاع دلفي. ده نادي بنشوفه عشان الاجيال وعشان السمار وعشان اللعيب وعشان الاعداد وعشان التجهيز وعشان يبقى موجود وحاجات كتيره جدا، ليه خطوات. نعم. كتيره جدا اداريه وفنيه. حلو. فطبعا اتحملت المسؤوليه، ان كان الوقت قليل، بس الوقت قليل جدا في قيد اللعيبه وقفل القيد. فطبعا بشتغل باللي موجود. دايما اول سنه بتبقى تجربه. طبعا يعني. طبعا. نعم. يعني قصدي ما بقصرش، بتحط اساس. اصل دي خلي بالك لما الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يكلفني لازم اقاتل من اجله. والاهلي واخد النادي 6 سنين. آه. فبالتالي بقى من السنه الجايه تبدا بتاخد الاولاد اللي طالعين من النادي الاهلي وبدل. أيوة. الاعارات كان 2003 كانوا. كان جيري وخلصوا. ايوه صح. ومشوا. كان ممكن الحق منهم لان كان هينفعوني. بس هو ما كانش افضل انها تبقى فرقه في القاهره، يعني بحيث ان الواد يطلعوا لك على طول بدل ما يبقوا في اسكندريه وسكن او يعني او سفر يعني. مظبوط. هي طبعا دي مش بتاعتي، بتاع الكابتن طبعا وبتاع الاداره وبتاع لجنه التخطيط وبتاع حاجات كتير. بس انت مبسوط؟ انا كتجربه مبسوط. عشان بحاول كياني اللي انا بعشقه واحبه. انتمي ليه واعمل حاجه ليه بس. يعني لما الكابتن يجيبني ويكلفني يقول لي خد الحته دي عشان انا موت نفسي عشان انا قاعد في اسكندريه عشان اعمل حاجه محترمه. يا رب ربنا يوفقني وتمشي. بالك ففي الشغل، انا في الشغل ما اعرفش يا بص
قاعد مركز وبص في شغل. طيب كلنا بنحب النادي الاهلي طبعا، لكن طبعًا. نفترض انه جالك نادي دوري ممتاز، هتستاذن من النادي الاهلي ولا هتعمل ايه؟ والنادي مش هيقول لك لا طبعا، النادي طبعا بيتمنى لك الخير طبعًا يعني طبعا. هو دي متروكه للكابتن محمود الخطيب. لو جالي حاجه طبعا وكان في مثلا تمسك هعرض عليه الوضع. نعم. قال لي روح روح، ما قال لي مش يا سلام والله. يا كابتن انت عارف ان احنا النادي ده، انت عارف ان احنا بنحبه قد ايه، وحياتي كلها في النادي الاهلي طبعا. انت تحدي ثلاثة وخميس بتلاقي مين؟ ربيع ياسين عمرك اكتر واحد بيقف في النادي الاهلي. نعم. وكان ده عشان هو له فضل عليا ربنا ثم الكيان. نعم. وكان ده احنا بنعشقه، انت عارف بتحبه قد ايه، واحنا في ناس كده بتحب كان لله موجوده مش موجوده بتحبه. ده صحيح. فاللي اقصده يا كابتن من الكيان ممكن انطلق، مفيش كيان خلاص. طيب تعالى اروح انا وانت للسوبر شويه. يعني الناس غاضبه من ساعه مباراه الاهلي وسيراميكا رغم الفوز ورغم التاهل، لكن في حاله غضب شديده جدا على الاداء. انت فزت، شايف ايه الاخطاء اللي حصلت؟ شايف تتصلح ازاي؟ وشايف ماتش الزمالك ازاي؟ وشايف التشكيله المثاليه شكلها عامل ازاي؟ ما هو طبيعي جدا، وانا هو يعني احنا في بدايه موسم وعوده بعد السوبر الافريقي، وطبيعي جدا ان في ريسكات كتيره جدا في التشكيل والتوظيف والتبديل والتدوير والتغيير وقراءه المنافس، حاجات كتيره جدا. فانا عندي لعيبه بشتغل بيها، الاداء مش ممكن، اداء وفورمه الاداء هتبقى موجوده دلوقتي في البدايه يا كابتن، ده طبيعي جدا. لكن مستر كولر النهارده لما بيشتغل عنده ريسكات بيشتغل بيها، ايه المشكله؟ او عنده قدرات كتيره جدا بيشتغل بيها. لما رايح ده عشان اللاعب ده هو النادي الاهلي، النادي الاهلي اي حد يبقى موجود. فهو ريسكاته انه هو لعب في التشكيل شويه. نعم. يعني غير. كان دايما لا مصطفى ده في حته ثانيه. عامه احنا عندنا دلوقتي اثنين حراس ممتازين، الشناوي شوبير ومعاهم كمان حمزه علاء. الشناوي تاريخي فاي حد بيلعب فيه ونجم كبير يعني، ونجم كبير بنطلب له التوفيق يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. وعندك كابتن هيبه في القلب رامي رامي ربيعه وياسر وياسر في اليمين عمر ولا اكرم؟ لا عمر في الشمال، عمر كوره كويس في الشمال. يحيى عطيه الله طبعا. طيب الكلام ده ادي الرباعي مروان نص الملعب وبيلعب 4-3-3. ماشي. مروان واكرم امام عاشور ايوه على شماله، واكرم وممكن يوظف اكرم في اليمين. طيب عشان تمام، يبقى اكرم ومروان وامام. الهجوم اللي هو راس حربه صريح ابو علي، وسام ابو علي حلو قوي. احسن واحد في المكان ده، احنا مهم جدا ان عندك كابتن في الاطراف. حسين بقى شمال، حسين الشحات، حسين عندك حسين وطاهر ورضا سليم وبيرسي تاو. لا هو طاهر سجل لي هدفين. نعم. ففورمه لازم يبقى موجود. يبقى يلعب ناحيه يمين ولا شمال؟ والله انا شايف ان الراجل الموهوب او الجو يلعب يمين او شمال، لانه انا طاهر انت هتلاعب حسين ولا مش هتلاعب حسين؟ هو ده السؤال. هو حسين يا كابتن، اصل حسين هو ما بداش بحسين امبارح. معلش هو حسين من احسن لعيبه اللي في النادي الاهلي. حلو. حسين الشحات فممكن يبقى عندي حسين. أيوة. وعندي ابو علي وعندي ما بين اتنين، يا طاهر يا بيرسي تاو. يا طاهر يا بيرسي تاو. تاو لعيب كويس بس كويس ما هو فترة. هو عنده فترة، هو بدأ جرمها يا كويس قوي وبعد كده ورجع وبعدين بيع التاني. بالك بس انا شايف طاهر في فورمة كويسة وسجل هدفين، فانا اوظفه في مكان اكمل بيه. اكمل بيه والله يا كابتن. في كمان رضا سليم ده من اللعيبة، ورضا سليم ويبقى قفشة ورقة رابحة في ايديك، ورقة تغييرة رائعة. قفشة ده من اللعيبة الكويسة. تحس ان قفشة ده من الزمن الجميل بتاعك. انا بحب صراحة بحب قفشة يعني بحب قفشة. استنوا سوشيال ايه، لسه قدامنا اسئلة مع كابتن ربيع. عايزينك تروح بقى جوه، بيقول لي خلص مش مخلص، انا قاعد مع كابتن ربيع انا صدقت شفته. الله يخليك بتكلم معاه، ده حاجة صعبة. اهلا بيك اهلا بيك. اللي مستعجل منك وروح. عايزك، انا كان عندي علاء ميهوب وحكيت قصة الأربعة الكبار فمش هعرف أحكيها تاني يعني، لكنه وقلت ان الكابتن صالح بعد جابهم وانا كنت اللي بعدهم على طول. قلت ايه ده، اشمعنى بياخدوا الاربعه دول وانا لا؟ وبعدين لقيت الاربعه دول بطلوا. كان القرار الصعب جدا، وانا عارف ان انت من عاشقي كابتن صالح. طبعا من عشاق صالح سليم حبيبي طبعا. ورغم اللي حصل ده ما حسيتكش؟ لا غيرت رايك خالص ولا زعلت ولا اي حاجه؟ والتزمت والتزمت ورغم انه جالي عرض السعوديه. السعوديه كرام اللي اتصل بيا، كرام الشحات كابتن اكرام كان بيمرن في السعوديه. وبعدين وقال لي راجل فرنساوي عاوزك. المدرب كويس. قلت له هو السعوديه حلوه. ما رضيتش يعني بعد الاهلي، بعد الارقام دي كلها اعمل ايه؟ هو احنا بندور على فلوس بندور على ايه؟
فقلت له لا خلاص شكرا. قال الفلوس مش فلوس، قلت له لا يعني خلاص انا بالنسبه لي بفضل الله تعالى كده كويس زي الفل واعتزل في الاهلي. قررت الاعتزال؟ قررت. وبعت لي استاذ ابراهيم حجازي عندي في عنده في المكان، اللي قلت له خلاص قررت مصلحه الاهلي فوق الجميع. فعلا؟ والله. هو ايه اللي انت عملته اهو؟ قول لي اللي عملته. رحت اشتكيت، رحت عملت، رحت طلعت حاجه للكابتن صالح بقول لك الكابتن صالح انا كان في علاقه الكابتن صالح، انا كنت بزوره في المكتب كتير جدا. طبعا من تواضعه كنت دايما اقول له يا كابتن، يقول لي اتفضل يا ربيع تعالى. والله العظيم يا كابتن كنت اروح له كتير جدا، كلمه تقول له انا عايز اجي اقابلك. يقول لك اتفضل اتفضل عشان اتكلم معاه في حاجه من باب النصيحه في حاجه فنيه لعيب كوره. هو كان بيقعد معانا في النادي على طول انت عارف، وبيقعد ينصح فينا يعني. الله يبقى الله يرحمه. فبالنسبه للقرار ده، هو الكابتن صالح قال يا جماعه انا شايف ان انتوا تعتزلوا خلاص. قلت له يا كابتن بس انا شايف طبعا بكل ادب واحترام ان انا قادر. انا لسه محدش بيسبقني وبلعب في منتخب مصر سنه 90. انت كان عندك 32 سنه ساعتها. كنا راجعين من السنغال. راجعين من السنغال كان ديك مكسوره. 92. نعم. فلا مش عارف ايه، وبعدين وانا خارج قال لي ممكن يا ربيع اننا اشوفك في فتره الاعداد. كنا ماشيين بقى. قال لك انت بس ممكن اشوفك. قال لي انت بس. قلت له يا كابتن مش هينفع، عشان اولا كلمه اشوفها دي اشوفك، وبعدين لازم الاربعه، ما ينفعش انا لوحدي. والله العظيم. والله العظيم. انا بحلف. لا بفضل الله لو انت شفت تاريخ ربيع تلاقي فيه في قرارات ليا محترمه. تصدق انا معاك بقالي قد ايه، انا ان اشوفك دي انا عرفتها، انا عارفها انت قلتها لي بس. ولما رجعنا من المانيا لما رجعنا مش عارف ايه قرارات وما خفناش، اصلا ان عندي مبادئ وقيم وماشي على قيم ومبادئ النادي الاهلي. انا زودت اللي عندي بفضل الله تعالى، وتعلمت من الكباتن الكبار. اتعلمت يعني كتير. يعني انت قلت له مش هتخلى عن زملائك؟ قلت له لا طبعا يا كابتن صالح. والله العظيم ده حصل. ورحت خارج وماشي خلاص اعتزال خلاص، ولا نادي ولا بتاع. وعوني ماتش اعتزال الكابتن حسن حمدي وحمدت ربنا وشكرت فضله والسلام عليكم. بس انت كنت يعني من المحظوظين، انت دربت في نفس السنه اللي لا اللي مش اللي بعدها. على طول يعني على طول. وانت لو اديتني طنطا اول مره، وكان ما نقولها 8 ماتشات. أيوة. كان هابطه بالدوري. تقدر انت في الدور الاول 8 ماتشات يعني، وخدت بص صدمات. خسرت في المنصوره بس ما هذا نفعني. الممتاز به 10 سنين يا كابتن اتعلمت فيه، خدت صدمات فيه وتعلمت فيه مع الدراسات طبعا. ومع المواقف ومع القرايه ومع يعني الحمد لله حاجات. لا مسكت المنتخب الامر بقى سهل بالنسبه لي. اتعودت. انا رحت فرقه ايه ما فيش امكانيات فيها خالص، وفيها تعب وفيها 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 وفيها. فلا فدي قصتي مع الكابتن صالح الله يرحمه. الكابتن صالح وكابتن طارق وكابتن وهاب دول ثلاثه مش هيتكرروا. طارق سليم وصالح سليم مش هيتكرروا. على قدك فاكر كابتن طارق بيجي يقعد معانا في الاخر ايامه في النادي الاهلي يعني. وكنا بنقعد معاه ونروح له كان اصيب بازمه صحيه عنيفه يعني غير قادر على كل واحد فيهم تاريخ للنادي اللي كان بيشاور النادي الاهلي. فهي دي قصتنا وعائله النادي الاهلي، وانا واحد من عائله النادي الاهلي. ما اقدرش ان انا اخرج عن اي حاجه. وانت عارف علاقتي بالكابتن خطيب، بشوف النادي اجري عليه بصرف النظر. اشوفه ونروح له، ده كابتن كبير وكان اخونا والقائد بتاعنا والامور زي الفل. يعني الحمد لله الفتره الاخيره من فضل الله قدرت ان انا ادخل في المنظومه عشان ابقى موجود عشان اساعد في اي شيء. قبل ما اروح للسوشيال ميديا واروح لاقر واعترف، الهدف الاغلى في حياه ربيع ياسين؟ طبعا انا عندي كل اهدافي بعتز بيها. في هدفين بعتز بيهم. واحد الزمالك. ده مهم جدا، وتاريخ اللي بيسجل في الزمالك برضو ده طبعا لحد دلوقتي. الهدف بس كان زمان ليك جون كمان، والكابتن محمود عثمان لغاه. خلي بالك كنت كل قبله اقول له تلغي لي جول في الزمالك يا راجل، يقول لي احترت حد كنت له دم وشربات شربات الله يرحمه محمود عثمان. بس الجول كان صحيح 100%، هو اتحسب فاول على طاره. على طاره بس ما كانش في حاجه لا. وانا برضو كنت بمسكه كابتن محمود كان دمه وبعدين يا حماده تلغي لي جول في الزمالك، كان زماني في هدف في الدوري وهدف في الكاس. يضحك الله يرحمه. الهدف الثاني كابتن جوهر لو تفتكر، وكابتن زيزو. ده مشكله كبيره جدا في الاوضه. انا كنت مشكله كبيره وتوقف الكابتن جوهر فيها وكابتن زيزو. ده مجلس اداره النادي الاهلي اللي وقف كابتن زيزو ساعتها. انت فاكر؟ ايوه. وكابتن زيزو ده كان حبيب الكابتن صالح طبعا، خلصت بعد كده. لكنه في النادي الاهلي رغم ان احنا مظلومين ولنا جون وجون صحيح بنسبه 100% وخسرنا 1-0 وده كان هدف تعادل، دي حقيقه. لكن كان كابتن زيزو، وانت عارف زيزو واخلاقه. طبعا في اجمل من كده. كابتن زيزو ده من اجمل الناس في التاريخ يعني. ففي اهداف يا كابتن انا اعتز بيها ومبسوط لاني فرحت بيها النادي وزملائي. هدف الكاس احكي لي حكايته، لان انا هحكي لك حكايته معايا. حط لنا الاول
الهدف ده وربيع ياسين قول. طيب انا قبل ما اقول الزمالك بس في كام هدف كده اقول لك. طبعا مره كنا في الاسماعيليه فاكر انت 2-2. شوف انا سجلت الهدف الثاني في الدقيقه 640. ايوه ده لا استنى في الاسماعيليه يا عم اصبر انت مش فاكر الجون ده انت مش فاكره كويس. لا ايوه فاكر. احكي اوت وبعدين محمود عمل أيوة ايده محمود حسن كان حسام مدين وكانت جايه لك انت فمحمود حسن كان الكابتن عمل ايده كده فمحمود حسن خدها بايده سابها بينالتي جوه 18 كده ايوه صح وكنا مغلوبين 2-1 والوقت الضايع خلاص يعني فراحت الناحيه الثانيه فاترفعت اصبر يا عم بيومي على الجول ده فراحت الناحيه الثانيه واترفعت فجت ربيعه طاب دماغه جون كابتن حسام هات الكاميرا عليا كابتن حسام بيصفر جون عمل كده يعني طبعا من ساعتها وتعادلنا 2 ده من احلى الماتشات ده ده بقى ده جون هايل انت فاكر الجمهور اللي كان بيقعد ورا المرمى أيوة اللي هناك أيوة فلما رحت له حسيت طبعا تعادلنا وانت عارف بقى 2-2 ساعتها الهدف السويس في السويس السويس ده من اصعب الماتشات وده كان هدف بطوله بطوله لانه كان لازم نكسب عشان اقابل الزمالك على الدوري وقلت يا رب لو تديني هدف والدنيا بقى والسويس كلها في الملعب أيوة والله والله شوف يا رب تديني هدف دلوقتي والله وطلع كسبنا بيه كسبنا 1-0 كسبنا بيه بدر رجب كورنر كان فايتس كورنر هاني رمزي راح جايب رحت انا في الداخل رحت داخل في ربع ساعه تقريبا في لا في نص الشوط الثاني رحت داخل في وسط بقى كل ده هيصه وقامت المعركه ففي اهداف زائد استنى قبل زائد بس عشان اكمل لك انت بتنسى شويه لانه ساعتها كان محافظ السويس على رحمه الله السيد احمد تحسين شنا وكان زملكاوي جدا واحنا لو ما كسبناش كان عندنا الماتش الاخير يبقى الدوري شبه ضاع تقريبا حاجه كده يعني فكان لازم نكسب كان الملعب صعب جدا فهو عمل لهم مكافئات صحيح مش طبيعيه توسط 1000 جنيه في المباراه وكان مبلغ ساعتها كان هيجيب شقه 100 جنيه ولا 150 جنيه ساعتها عمل لهم مكافئات غير عاديه غير عاديه وكان مرصود لهم مكافئات من بره فربيع جاب الجول فالمهم حصلت بقى طبعا لعيبه السويس كانوا موعدين وبتاع حصلت خناقه عنيفه جدا 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 ايوه الملعب اتخانقنا عندهم باك رايت ثابت الله يرحمه عندهم باك رايت اسمه محمد صلاح أيوة. كان طويل كده كان بيلعب في الزمالك غير الكابتن محمد صلاح النجم الكبير فده جاب الرايه بتاعت الكورنر لو تفتكر ايوه صح وبيجري ورانا واحنا بصراحه كلنا انا جيت على ثابت اللي بيوقف له الله يرحمه ثابت البطل الله يرحمه حياه ربنا يا جماعه والله العظيم ثابت البطل راح واقف له وراح عافقه كده كده هو معاه العصايه بتاعت الكره عمله كده راح واقع الخناقه اتفضلت لو تفتكر ساعتها انا جريت على الغرفه انا سامو جريت على الغرفه سبته وجريت بس انا شفت المنظر ده قدامي بصراحه مش ممكن ايه الثبات ده طيب نروح بقى للهدف الاهم فبرضه في هذا كوينز بارك الانجليزي هنا كوينز بارك الانجليزي ده برضه عندنا الجول ده كنا اول مباراه وانت عارف كنا في انجلترا وفريق الاهلي ومغلوبين 1-0 فريق مصر جاي من المانيا بالدماغ على انجلترا بالك كورنر طاهر ابو زيد صح كده؟ كورنر طاهر ابو زيد انا جبت جول بدماغي تعادلنا 1-1 وخرجت على ماتش كان الكابتن شربيني هو اللي كان الكابتن شربيني الله يرحمه الله يديله الصحه تعال نروح لجول الزمالك بقى جول الزمالك 1-1 1-1 كاس مصر احنا تقدمنا الشوط الرابع احنا تقدمنا هم تعادلوا صح كده؟ تقدمنا طاهر ابو زيد تعادل جمال عبد الحميد ايوه وبعدين دقيقه 118 بيحضروا ضربات الجزاء اهو طب نسمعها بالصوت يا جماعه الاول هاتوا كده من الاول هاتوا من الاول بالصوت هاتوا من الاول الهجمه نص الملعب وبيمشي جامده بصوا يا حسن ما هو موجود عندنا يعني بالشمال خلي بالك بالشمال كابتن جويني احكي لي بقى هو ده الشوط الرابع كنا في رمضان ايوه صح وده بالليل وبعدين الكوره انا من نص الملعب استلمها بدر رجب وبدري طبعا رحت ورحت واخد جاري ورا الراجل في ناحيه الشمال اليمين بتاعتهم الشمال بتاعتي لقيت مساحه رحت جاري قلت له باد العب لي باد عشان يلعب باد وفعلا باد اداها لي رحت واخدها ورايح بقى واحد ضد واحد واجهني مين فيها شماك هشام رحت واخده على بره انا عندي الزاويه بتاعتي اللي هشوط بيها الشمال ايوه ما ينفعش يمين ايوه صح فانا بجري رحت شايطها وخاطفها على طول ربنا سبحانه وتعالى وداها الجول من احسن الاجوال او من احسن واجمل واقوى طبعا واهم طبعا طبعا كاس مصر وبعدين ما كانش نهائي كان لا لا كان دور 8 دور 8 قابلنا تقريبا الترسانه بعد كده وبعدين المصري 3-0 ايوه صح فاكر فايس قال لنا ايه ده لا عبقري الله يرحمه قال لك 20 دقيقه هتكونوا مخلصين دي حقيقه ماتش الزمالك ده بقى انا كنت مرعوب من ضربات الجزاء كانت يعني متعبه بالنسبه لنا شويه يعني
وعمال والله يا ربيع احسبها. اه طبعا. طب مين بيشوط يمين مين بيشوط شمال؟ ما كانتش الدنيا زي دلوقتي يعني. لا طبعا. وبقول يا رب لو تخلصنا دلوقتي ونجيب جون والله كده الحمد لله تخلصنا دلوقتي وربنا يرزقنا بجون. راح عمك ربيع الحمد لله ده من فضل الله علينا والله الحمد لله. تاريخ عظيم يا كابتن ربيع. الحمد لله يا حبيبي ربنا يبارك لك. كله من فضل الله والله. منتخب مصر اهم ذكرياتك؟ منتخب مصر طبعا هقول لي كل حاجة أنا شاركت فيها اللي هي ذكريات كأس عالم 90 86 86 كأس أمم أفريقيا 84 أولمبياد في أمريكا أيوة 87 كينيا. فاكر كينيا دي كانت عاملة إزاي؟ ورجعنا بالميدالية المركز الأول. إحنا الوحيد اللي خدنا ده. فاكر بتوع الملاكمة؟ لو المعسكر ما كناش بناكل مش أكل ولا شرب ولا فيه أي حاجة. مايكل سميث مات مننا يا عيني. الراجل بقى خس يجي 30 كيلو بتوع الملاكمة اللي كل يوم تك صحيح تك اقول لك انت راوتش نرجع لايه على النقاله تاك. ايوه صحيح. كلهم جم على النقاله بالليل كلها 118 بعتز بيهم ماتش دولي 118 طبعا 118 بفضل الله تعالى. اولمبيات انا بعتز بيها لان اولمبيات لعبت اولمبيات كاس امم في 86 كله كل ماتشات كاس عالم كابتن مصر كاس العالم كابتن افريقيه وكله بفضل الله الحمد لله الحمد لله كله من فضل الله عليا الحمد لله. تعالى نشوف السوشيال ميديا بعت للكابتن ربيع ياسين بتقول ايه. حاتم سالم المحترم الخلوق كابتن ربيع ياسين متعك الله بالصحه والعافيه على الدوام. شايف فريق الاهلي ينقصه ايه عشان يرجع لشراسته المعهوده؟ هيرجع ان شاء الله مع الوقت والاستمرار ان شاء الله يبقى زي الفل الوقت ان شاء الله. اللي بعده احمد الايه الحنان كده كابتن شوبير سؤالي للكابتن ربيع ما هو التشكيل امثل للاهلي في نهائي السوبر؟ هو اللي يحتاج الاهلي التدعيم في مركز الظهير الايمن. طيب انت قلت التشكيل، هل الاهلي محتاج تدعيم ظهير ايمن؟ عندنا محمد هاني ربنا يشفيه يا رب ربنا يشفيه يا رب وعندنا خالد خالد ده عبد الفتاح وعندنا اكرم اكرم وعمر كمال وعمر كمال كمان مش محتاجين. طيب السؤال اللي بعديه شيماء عثمان كابتن ربيع شايف ايه اسباب تراجع مستوى الاهلي وماذا يحتاج الاهلي للعوده للمستوى المعروف وتحقيق لقب السوبر ومن ثم الفوز على العين الامارات؟ يرجع مع الوقت ان شاء الله. احنا بدايه الموسم ده طبيعي جدا ومع التوظيف ومع التغيير ومع تثبيت التشكيل ومع القدرات اللي موجوده جابها النادي الاهلي ومع الانسجام والتفاهم هتبقى كل امور افضل واحسن فنيا وده طبيعي في بدايه الدوري. تمام ده طبيعي ماشي. اللي بعده علي ابو البنات حبيبه وحلا وحور العين ربنا يبارك لك فيهم يا رب دول هيدخلوك الجنه يا عم علوه. تحياتي لحضرتك كابتن شوبير. سؤال للكابتن ربيع ياسين لو انت عايز تجيب لعيب اجنبي من بره ممكن تجيبه يلعب في الاهلي ولو من الدوري المصري ترشح مين يلعب في الاهلي وايه سبب سوء الاداء من اللعيبه في الملعب؟ شكرا لحضرتك. هو انا عشان افكر اجيب لعيب في الاهلي لازم اقعد واذاكر اللعيبه واذاكر الدوري واقعد احضر كويس جدا عشان اختار قيمه وقدرات النادي الاهلي تتناسب مع طموح البطولات والحفاظ على اسم الكيان. طيب. مش بسهوله يعني. طيب في لعيب مصري في دماغك انت تحب تجيبه ولا مفيش حاجه؟ ما هو هقعد ادرس عشان ما اقولش اي لعيب. طيب سيد عبد الله المنشاوي ما شاء الله عليك حلوه في الاختيار لاعبين اين انت من الاهلي يا شيخ ربيع؟ انا موجود في النادي الاهلي بفضل الله. موجود في النادي الاهلي بفضل الله. يلا حمزه 214 سؤالي الغزالي الكابتن ربيع ياسين ما رايك في تشكيله الاهلي في مباراه سيراميكا؟ هل كريم الدبيس قادر على سد الفراغ بالجهه اليسرى؟ قادر بامر الله تعالى. لعيب كويس طبعا مع الوقت ومع الاحتكاك ومع الخبرات هيبقى رائع ان شاء الله تعالى. طيب دي الرسائل اللي كانت للكابتن ربيع. في بعضا من الرسائل اللي انا طلبتها من الناس في الاول ده عمل النادي الاهلي هقراها بسرعه. محمد عيسى انا بقول اجتهدوا واعملوا اللي عليكم ربنا يوفقكم اعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا وان شاء الله ترجعوا لنا في السوبر ان شاء الله اهلاوي وافتخر. اللي بعد ثناء كمال جمهور الاهلي مثقف وواعي وبيساند فريقه على الحلوه والمره ولكن بعض المدسوسين بيدعوا انهم مننا لكن ليسوا منا وهم من يهاجمون الفريق والاداره. اللي بعد تامر تيتو زعلانين بس لسه فيكم الامل هتكسبوا ان شاء الله لان النادي المحترم ده بلاعبته وكل جمهوره يستحق المكسب. حمدي باظه يجب استعاده الروح والعزيمه والاصرار اللي كانت اهم حاجه بتميز لعيبه النادي الاهلي عن فرق القاره كلها حتى لو في فوارق فنيه لصالح الخصم هتتغلب عليها بالروح والعزيمه والاصرار غيره. اخر رساله معلش عشان الوقت عبد الجيد ابو يمنى كل الدعم لزعيم افريقيا الاول نادينا الحبيب. اختم معاك يا كابتن ربيع في سهرتك الحلوه الجميله دي اللي ربنا يديمها علينا. امين يا رب. اقر واعترف مع كابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع ياسين تقر وتعترف انك تتحمل مسؤوليه ازمه كورونا الشهيره في صفوف المنتخب، منتخب الشباب خلال المشاركه في بطوله شمال افريقيا
اواخر عام 2020؟ لا طبعا، لان كل حاجه كانت سليمه. سمعنا دكتور مسؤول، وانا كنت بنفذ التعليمات وماشي مع كل القرارات السليمه 100%. لا يمكن اتعدى اي حدود ابدا، فحدودي كانت مدرب بس. نعم، بس، وكان كل التعليمات اللي بيجي لي بنفذها على اكمل ما يكون. نعم، دي حقيقه. كابتن ربيع ياسين، تقر وتعترف انك غير نادم على القرارات التاديبيه التي اتخذتها ضد عمرو ورده رغم انه كان احد نجوم الفريق في التوقيت ده؟ طبعا طبعا، محدش اكبر من النظام في في في, في معايا في المنتخب. نعم، لان كنت بسافر وبس المنتخب مصر. نعم، اللي ايه عاوز يقدم لمنتخب، اي حد يخرج عن النظام ما بقاش معايا فوق. كابتن ربيع ياسين، تقر وتعترف انك كنت ناوي انك تترشح في انتخابات اتحاد الكوره في مرحله سابقه من حياتك؟ اه والله فكرت فعلا. فعلا؟ اه والله فكرت. وايه اللي رجعك عن طريق يعني انت عارف هو كارير التدريب. انما صحيح. تقر وتعترف انك ترى في نفسك انك احيانا او كنت لك احقيه في تدريب منتخب مصر؟ طبعا طبعا. ليه لا؟ ليه لا طبعا، وما زال الحلم بيراودك؟ طبعا مشكله. طبعا. تقر وتعترف ان طريقه رحيلك من النادي الاهلي كلاعب سببت لك صدمه كبيره؟ لا، يا سببت لي شويه حاجه بس عشان كان انا بحبه خلاص، مش مشاكل تخطيطها. دي حقيقه. تقر وتعترف انك من فتره طويله كنت تنتظر الفرصه للعمل في الاهلي؟ ايوه دي حقيقه فعلا. طبعا عاوز اخدم كيان، يعني اقدم اي حاجه، اتعاون. ايه سر ارتباطكم العنيف بالنادي الاهلي ده يا كابتن ربيع؟ انت عارف ده احنا بنقعد في النادي قد ايه؟ نعم. هو انا لما يعني جيت الناس 99 وقابلتك كنا بنقضي كام ساعه في النادي وكام ساعه في البيت. صحيح. لحد دلوقتي برمجنا نفسنا على الحياه في النادي الاهلي. ده بيتنا. الاهلي حياه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. الاهلي حياه. الله يفتح عليك. دي حقيقه. لا لاي حد يتشرف. وانا بتشرف ان كنت فيهم لاعب في النادي واخدمه بكل ما املك. يا سلام. بكل ما املك. نعم. دي حقيقه. وموجود مش موجود، ده ناديه. نعم. اللي بعشقه وبحبه واتمنى له كل النجاحات. هسالك السؤال ده وجاوبني بصراحه. وحياة كل حاجه غاليه عندك هتجاوبني بصراحه. تمام. لو جاوبتني بصراحه هجاوبك بصراحه. اوعى تكون انت. تقر وتعترف انك نادم على المشاركة في أزمة الكابتن جوهري مع النادي الأهلي سنة 85؟ بس خلي بالك أنا تقر وتعترف إنك نادم على المشاركة في أزمة الكابتن جوهري مع الأهلي سنة 85؟ يا حبيبي أنا ما كنتش موجود، كنا في المغرب. تاني أهو. أنا كنت في المغرب. أصل إحنا دافنينه سوا. ما كنت في المغرب. ما أنا كنت معاك في المغرب. طيب. ما إحنا بعتنا بيان من المغرب، إحنا هنهزر. مش بعتنا بيان، مش كتبنا بيان وبعتناه من المغرب. مش الكبار اللي بعتوه؟ لا لازم تتابع الكبار. لا انا قلت لك هتجاوب بقى، مش هتلف وتدور. اخر واحد كلنا بعتنا نادم طبعا، كيان رقم واحد. نادم طبعا، كلنا ندمنا بقى طبعا. كيان بس احنا عدينا عشان احنا كنا في المغرب. كنا في المغرب عملنا حظنا كان كويس. فاكر الاجتماع ده كان فين؟ ايوه حظنا كان كويس. كابتن ربيع ياسين نورتني وشرفتني. شكرا كابتن. شكرا شوبر. اشكرك شكرا جزيلا. توفيق دايما ومتالق. ربنا يعزك يا رب ان شاء الله، ونبارك لك دايما يا كابتن ربيع. شكرا مبروك لبنوتك الجميله. الله يخليك يا حبيبي. وان شاء الله تفرح بولادك. اشكرك يا كابتن، شكرا، موفق دايما. ربنا يخليك كابتننا الكبير الجميل عشره العمر كابتن ربيع ياسين، كان منورني النهارده. عايزين حاجه؟ السلام عليكم.